حلقة جديدة من الخلاصة، أهلا وسهلا بحضراتكم. خلصنا بقى بعبع الثانوية العامة وكلها كام يوم والنتيجة تظهر، وتبدأ مع النتيجة حيرة الطلبة وأولياء الأمور، مجموعي يا ترى هيوديني فين؟ طب اللي جايب مجموع كبير برضو بيحتار، يا ترى اختار الكلية دي ولا الكلية دي؟ ولو ما جبتش مجموع كلية من كليات ما يسموا بكليات القمة، إيه العمل؟ وهل دي النهاية؟ الحقيقة هنا عايزين ننصح كل أولياء الأمور وكل الطلبة. أولا لأولياء الأمور، بلاش لو لا قدر الله ابنك ما جابش المجموع الكبير أو المجموع اللي يدخله كلية من اللي احنا بنحسبهم كليات قمة، اوعى تحبط ابنك أو بنتك وتنكد عليه. فكر معاه ايه هي قدراته، ايه طموحه، ايه الكليات اللي ممكن يدخلها وينجح ويحقق هدفه، هم نفسهم الولاد شاطرين في ايه. حاولوا تخلوهم يبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم بشكل كده فيه إيجابية ونظرة طموحة للمستقبل. المستقبل ده لسه مفتوح قدام كل الطلبة، سواء دخلوا كليات قمة أو دخلوا أي كلية تانية. أي كلية ممكن أي طالب يحقق فيها الحلم والهدف والنجاح، ويبقى ناجح أكتر من لو كان دخل الكلية اللي أنت كأب أو كأم كان نفسك أنه يدخلها. دي كده نصيحة في الأول لأولياء الأمور. لكن إحنا النهاردة أساس موضوعنا هو كيفية اختيار وكيفية كتابة الرغبات. ناس كتير بتحتار وهي بتكتب الرغبات في التنسيق، ناس تانية كمان للأسف بتتلخبط وهي بتكتب الرغبات دي، وأحيانا يكون في أخطاء شائعة كتير في التنسيق الإلكتروني بتتكرر كل سنة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنشر دليل توضيحي للتعامل الصحيح مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني، عشان تعرف الطلبة بكل المعلومات اللي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المختلفة. برضو للأسف في بعض الطلبة بيقعوا فريسة الكيانات الوهمية. إيه دي؟ عبارة عن معاهد وكيانات مش موجودة، مش حقيقية، مش تابعة لوزارة التعليم العالي وغير معترف بها رسمياً. بالمناسبة وزارة التعليم العالي أعلنت أو أغلقت لحد شهر إبريل اللي فات، أعلنت أنه في أكتر من 450 كيان وهمي على مستوى المحافظات بيمارسوا العملية التعليمية من غير تراخيص. للأسف بقى بعض الطلبة بيجروا وراء أنها بتقبل مجاميع قليلة مقارنة بالمعاهد المعتمدة، وأحيانا كمان بيكون مصاريفها أقل، لكن يجي يتفاجئ في الآخر أنه ولا معاه شهادة معتمدة ولا هو معترف به من أي جهة رسمية، ولا كمان هيعرف يشتغل بالشهادة دي لأنها غير معترف بيها. فاحنا النهاردة برضو بننصح الطلبة وأولياء الأمور لازم تتأكدوا من قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي. دي بتبقى موجودة على موقع الوزارة وبتتحدث بشكل مستمر أول بأول، تأكد منها قبل ما تقدم. النهاردة في حلقتنا من الخلاصة هنقول لطلبة الثانوية العامة اللي هيبدأوا يسجلوا رغباتهم تسجل ازاي في التنسيق بشكل صحيح، ايه هي الأخطاء الشائعة في تسجيل الرغبات وازاي نتجنبها، وكل ده هنناقشه مع ضيفنا النهاردة في برنامج الخلاصة، الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم، هيكون معانا بعد دقائق. بعد الفاصل نبدأ نقاش مع حضراتكم. مع اقتراب موسم تنسيق الجامعات 2024 تتزايد الاستفسارات على محركات البحث حول طريقة تسجيل الرغبات وكيف يمكن تجنب الأخطاء الأكثر شيوعاً في عملية التسجيل. آلاف الطلاب وأولياء الأمور قد لا يجدون إجابات واضحة على تساؤلاتهم، ومن هنا تبدأ الشكاوى من ارتكاب أخطاء وكيف يمكن علاجها. ولتجنب الخطأ في تسجيل الرغبات يجب أولاً وقبل كل شيء الحفاظ على سرية بيانات الطالب وعدم اللجوء لأصحاب مراكز الحاسب الآلي كوسطاء لتسجيل الرغبات، فربما يخطئون ويحدث ما لا يحمد عقباه. وقبل كتابة رغبات الثانوية العامة والتقديم في التنسيق الإلكتروني يجب أن يقوم الطالب بعمل التنسيق بنفسه وعدم إعطاء الرقم السري لأحد الأشخاص للتسجيل له، وأيضاً عدم الذهاب للجامعات للتقديم مباشرة، ولكن يجب التنسيق إلكترونياً من خلال الموقع أولاً. ويمكن للطالب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار 24 ساعة وليس في ساعات محددة أو خلال النهار فقط.
ويجب أن يختار الطالب كافة الرغبات المتاحة له التي تبلغ 75 رغبة، ويجب كتابتها كاملة، حيث لن يحفظ تسجيل الطالب إلا بعد إتمام تسجيل الرغبات بالكامل. ويجب مراعاة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تسجيلها بشكل عشوائي، وأيضاً حفظ الرغبات قبل الضغط على طباعة الرغبات، والتأكد من الحصول على إيصال يحمل رقم وتاريخ وساعة التقديم. ويتاح تعديل الرغبات أمام الطلاب عدة مرات طوال فترة مرحلة التنسيق، ويجب على الطالب عدم التسرع في تسجيل الرغبات، فالتنسيق يتم وفقاً للمجموع وليس بأولوية التقديم، ولا يجب على الطلاب نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الخلاصة، ومع نهاية الثانوية العامة الكل الأنظار تتجه نحو التنسيق والرغبات والكليات، كليات قمة ولا كليات عادية، مع أنه احنا المصطلح ده مختلف عليه بشكل كبير جدا، لكن بشكل عام مستقبل الطلبة بيبدأ من النقطة دي، يخشوا أنهي جامعة، يدرسوا إيه، ده بيحدد حياتهم المهنية، الكارير اللي هياخدوه بعد كده في الشغل، في مرحلة مهمة جدا لكل بيت مصري. نتوخى الحرص في ايه بالظبط، وايه الاخطاء الشائعة، وايه التوقعات للتنسيق السنة دي، كل ده هنطرحه ونتكلم فيه ونناقشه مع الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم. منورنا كالمعتاد. اشكرك يا استاذ هبة. يا اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. على شاشة المحور. اهلا بيك. تعال نبدا بالتنسيق. اولا توقعاتك ايه للتنسيق السنة دي؟ شوف حضرتك، عشان يكون التوقع دقيق يبقى هي مرتبطة بنسبة النجاح في الثانوية العامة وما يسمى بالجدول التكراري لنتيجة الثانوية العامة. يعني ايه جدول التكراري؟ كان من حوالي 5-7 سنين نتيجة الثانوية العامة مثل الهرم المقلوب، الشريحة اللي حصل على أعلى المجاميع هي الشريحة الكبيرة، وبالتالي بتقل كلما اتجهنا إلى أسفل الهرم. دي كانت نتيجته إيه؟ إن مثلا الطالب ما يكون جايب 98.5% ولا يستطيع أن يدخل كلية، مش لاقي عيني كلية خشها. أقول له إيه ده؟ أقول له أنت فاشل، أنت ما ذاكرتش، أنت ما جمعتش مجموع كافي وأخلاقه. فكانت عاملة نوع من الإرباك للأسرة المصرية وللطالب بتاع الثانوية العامة، وأيضا بتعطي انطباع كاذب للطالب ولي الأمر إن أنا جايب مجموع بقى ما فيش بعد كده، وكان يجب إن أنا أخش الكلية اللي أنا عايزها. وأنت لما تبقى جايب 98.5 يعني اللي نقصك هو درجة مئوية ونص، إزاي ده تبقى مش لاقي حاجة تخشها؟ لكن دلوقتي إما تغير شكل الامتحانات في السنوات القليلة الماضية بنظام الاختيار المتعدد، ويبقى عندي 40-50 سؤال في المادة الواحدة، بدأ الهرم اللي كان مقلوب ده يتعدل شوية، ويبقى نتيجة الثانوية العامة المجاميع الفلكية اللي احنا كنا بنشوفها دي اختفت. فأصبح اللي بيزيد عن 95% قد لا يزيد عن 0.5% من طلاب الثانوية العامة أو 1%. ده نتج عنه إيه؟ إن الحد الأدنى للقبول فيما انخفض، يطلق عليه كليات القمة، بدأ ينزل بشكل كبير. السنة اللي فاتت كان قطاع الطبي مثلا حوالي 91.5%. فبناء على نتيجة الثانوية العامة نقدر ايه نقول ايه التوقع؟ والله لو جاء المجاميع عالية والشريحة اللي حصل على مجاميع عالية كبيرة، ان ده يتدي مؤشر ان الحد الادنى للقبول فيما يطلق عليه كليات القمة زي المجموعة الطبية أو مجموعة كليات الهندسة بترتفع. أما لو كانت في المعدل الطبيعي يبقى تبقى زي السنة اللي فاتت. ده معيار أو مؤشر. المؤشر الثاني، طب أنا هاخد منهم كام في الطب والهندسة والصيدلة؟ ده قرار المجلس الأعلى للجامعات. فإذا كان عدد الناجحين مثلا في الثانوية العامة
شريحة من 90 لحد 95 بالنسبة لقسم علم علوم قد يكون 40,000. طب أنا هاخد منهم في قطاع الطب حوالي قطاع الكليات الطبية كلها 12,000، فيبدأ أشوف أعلى مجموع فالأقل فيبدأ الحد الأدنى يبقى مثلا 92,000 أو 93,000. ما بالك بقى لو أنا قررت بسبب العجز اللي موجود حاليا في الأطباء على المستوى القومي وتقابلها الزيادة في الصيادلة، والذي يصل إلى حوالي 10,000 طبيب حاليا، لو أنا قررت زيادة عدد المقبولين في قطاع الكليات الطبية يبقى الحد الأدنى برضو هينزل، يبقى ينزل الحد الأدنى. يبقى هي مرتبطة بحاجتين: نسبة النجاح في كل شريحة، نمرة 2 اللي أنا العدد اللي أنا هاخده في الكليات المختلفة. المعيار الثالث تعدد الكليات الجديدة اللي ظهرت، وأقصد هنا بالتحديد هي ما يسمى بالجامعات الأهلية اللي ظهرت من رحم الجامعات الحكومية ومعظمها فيها كليات طب، ودي عدد الجامعات الأهلية 12 كلية اللي خرجت من رحم الجامعات الحكومية، بيضاف لهم 4 جامعات دولية اللي هي الملك سلمان والجلالة والعالمين والمنصورة الجديدة، ودي اللي بدأت قبل الجامعات الأهلية إذا جاز التعبير الحكومية. إذن عندنا أصبح 16 جامعة جديدة بدأت تاخد جزء من الأعداد اللي كانت بتروح للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أن الجامعات الخاصة معظمها بيركز على الكليات العملية، جزء منها الطب البشري بس مش كتير لأنها مكلفة جدا وبتحتاج إلى أن أنا أعمل لها مستشفى وخلافه، لكن معظمها بيبدأ يركز على طب أسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي وهكذا، فبيبقى بياخد جزء برضو من الطلبة اللي بيروحوا بدل ما تمكنش أنه هو يروح الجامعة الحكومية بيتجه إلى الجامعة الخاصة. لكن في معيار جديد دلوقتي بدأ يظهر وفيها يحدث نوع من تغيير الثقافة المجتمعية إذا جاز التعبير، خاصة بعد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في الجزئية دي، وهي التزاحم على الكلية أو الهروب نقول إلى الكليات النظرية، وأصبح الأعداد فيها مكدسة بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي الخريجين بتوعها في المجتمع كتار، نسبة البطالة عالية. اللي يصدم الجميع يا أستاذة هبة إن إجمالي الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية بعد ما هو ما تمكنش يخش في قطاع كليات الطب والصيدلة وخلافه وصل دلوقتي بناء على الإحصاء الرسمي لوزارة التعليم العالي 72.5% من مجمل طلاب الثانوية العامة. 72.5% من كل طلبة الثانوية العامة. تقولي لي هل نسبة مرتفعة جدا؟ مرتفعة جدا. تقولي هل هو دول كلهم أدبي؟ أقول لك لا، هو مش أدبي. البعض فاهم إن لمن يلتحق بالكليات النظرية هم بتوع الأدبي بس، إنما لا، مثلا كلية التجارة بتاخد الأدبي وعلم علوم وعلم رياضة، الحقوق نفس النظام، الأدب والأداب نفسه. والأداب. فإذا إذا ما تمكنش يخش في كلية من الكليات العملية يستسهل على طول يبقى يتجه إلى الكلية النظرية، مع إن هو قد تكون ميوله ليست أدبية، ليست ناحية الكليات النظرية، بدليل إن هو في الثانوية العامة لما جه يتفرع بعد اختار هو علم اختار علم رياضة. طب انت ما كان من الاول لو انت لك بعد مجموعي ما جابش بالضبط. فهنا بدأت الثقافة المجتمعية تبدأ تتغير. في ايه بقى؟ انا عندي دلوقتي تنوع في الجامعات وكثرة عدد جامعات، ما بين جامعات حكومية او بتاخد الاعداد بتاعتها مكدسة شوية، عندي جامعات خاص، عندي جامعات اهلية عددها إجماليها حوالي 20 جامعة أهلية، وعندي جامعات تكنولوجية، وعندي فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنهم من الفروع دي جامعتين كفروع دولية بدأوا يكونوا في القاهرة، زائد عندي 195 معهد عالي خاص بتدي بكالوريوس مناظر ومعادل لما يناظره في الجامعات المصرية. يعني مثلا لو أنا فشلت أن أنا أخش
كلية الهندسة في جامعة حكومية أو خاصة، أو هل يمكن أروح معهد عالي هندسي وأخذ بكالوريوس معترف بيه وشهادته تمام. فالتنوع هنا بس عايزة نوع من تغيير الثقافة المجتمعية أكتر، ونبدأ حسن التوجيه من سنة أولى ثانوي. من سنة أنا وقت ما كنت في الثانوية العامة أستاذة هبة، كان المدرسة اللي أنا فيها تلت الطلبة أدبي وتلتين الفصول بتاعت المدرسة علم علوم وعلم رياض. الآية اتقلبت دلوقتي بسبب المجاميع الفلكية اللي كان بتتطلب من الطالب أن يحصل عليها عشان يخش الكليات العملية. طيب يبقى بالنظر لكل يعني حضرتك فصلت في كذا نقطة وشرحنا كذا معيار، لو حاولنا برضو نقرأ بعض المؤشرات بالنسبة للفترة اللي جاية، هنلاقي أن احنا مثلا ارتفاع نسبة القبول في الطب، ده واحد من الحاجات توافقني الرأي ده. ده على قرار المجلس الأعلى للجامعة، أصل برضو هنا القرار مش سهل. ليه؟ لأن دي كلية تطبيقية. أنا لو زودت عن نسبة معينة قد أؤثر على العملية التعليمية. طبعا. إن أنا لما هاخده لابد أروح به في المستشفى، لابد أدربه، لابد صحيح. كذا. كليات طب وهيكون مسؤول عن أرواح ناس. بالضبط. فإذا هي الزيادة مش مجرد إن أنا أزود العدد في المطلق زي ما بعمل في التجارة والحقوق والآداب. زائد في معيار هيحصل وهقوله لحضرتك دلوقتي، وهيحصل بعد أسبوعين أو ثلاثة من الآن. معيار هيحصل وهي ده توجه دولة، توجه مجلس أعلى الجامعات، إن لأول مرة هذا العام سيتم تخفيض عدد المقبولين في الكليات النظرية بنسبة 25% على الأقل. طب سؤال بقى، دول هيروحوا فين إذا هم مجموعهم ما جابش الكليات العلمية اللي كانوا يريدوا الالتحاق بها من الأساس؟ يبدأ يتجه بقى للجامعات الأهلية ببرامجها المختلفة. احنا اتفقنا هنا اللي في الكليات النظرية مش كله أدبي. صح. يعني أنا هخفض من طلبة الأدبي ومن العلم علوم والعلم رياضة، فيبدأ يتجه إلى الجامعات الأهلية، ذكاء اصطناعي بقى، كمبيوتر ببرامجها المختلفة كله. وكل ما يخص الكمبيوتر والحاسبات والبرمجة وإعداد البيانات وغيره. وده اللي سوق العمل وده أصلا عايزه. المستقبل كله رايح بس الاتجاه ده. ما كانش فيه نوع من التوجيه الجيد للطلاب في سنة أولى ثانوي، انك انت في كليات يا ابني، في كليات دلوقتي اصبحت متعدده، في برامج كثيره. الطلبه خايفه تقول لك افرض ده ما هطلع اشتغل ايه، طيب هل له مستقبل ولا لا؟ برضو الاهالي بيلعبوا دور، يقول لك اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بس في سوق العمل دلوقتي، مش سوق العمل المحلي بس، العالمي وكله. صح. والعربي يحتاج الى كل هذه فرضت نفسها على ارض الواقع. كل التخصصات التطبيقية يكاد يكون أصبح فيها عجز بشكل كبير جدا. ليه؟ بسبب كان الأول بيتجهوا أكتر للكليات النظرية. إما جاء أتخرج أنا من كلية الأداب مثلا من قسم تاريخ، لو أنا ما تعينتش في نفس، طب هروح فين؟ لو في قسم اجتماع، طب لو قسم جغرافيا، لو يعني وهكذا. لكن الكمبيوتر بقى شوف عندك. بالزبط. ناس بتشتغل من البيت. بالزبط. بتقبض بالدولار، بتشتغل مع شركات في كل حته في العالم. لو في برامج خاصه بتتعامل مع المحمول، تخيل حضرتك اما المحمول ده والتعامل معه، انا عندي كام مليون حد بيستخدم مستخدم ومشاكله واصلاح واستبدال وبرمجته. طبعا. وخلال من ده والذكاء الاصطناعي اللي دخل علينا بشكل سريع، بشكل سريع جدا، مخيف. ما بالظبط ده على مستوى العالم كله. اذا الواقع التطبيقي والتكنولوجي هو اللي بدا يفرض نفسه علينا دلوقتي على مستوى العالم كله، وبالتالي لابد ان احنا نواكبه على مستوى التعليم والبرامج اللي موجوده في هذه الكليات، وخاصه في الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه. بالاضافه الى ان الجامعات التكنولوجيه أتاحت الفرصة دلوقتي بنسبة حوالي 70% من إجمالي ما تقبله من طلاب لطلاب التعليم الفني، يعني دبلوم صناعي. دي معلومة برضو كانت جديدة. وباخد برضو حوالي 30% أو 35% من طلابها من الثانوية العامة إذا أراد أن يتجه إلى الجامعات التكنولوجية. إنما لا، حتى تستكمل هذه المنظومة أو يحصل نوع من التغير للثقافة المجتمعية بتاعها، هناخد فترة قد يكون 3-4 سنين، إنما الأمور هتنضبط على حسب
الامر الواقع هو واحتياج طيب. سوق العمل الخاص. يبقى دي الملحوظه رقم 2، قلنا قد تكون نسب القبول في الطب مرتفعه نتيجه للعجز في اعداد الاطباء ونتيجه برضو لانخفاض انخفاض الحد الادنى للقبول في الكليات اللي كانت تسمى بالكليات القمه. اللي قلنا الملحوظه الثانيه ان احنا هيبقى عندنا ناس يعني القبول في الكليات النظريه اقل، وبالتالي هنتجه 25% على الاقل. ويمكن النسبه الاكبر هتبقى فيما يسمى الانتساب الموجه. وده اخطر شكل من اشكال التعليم للاسف من وجهه نظري على التعليم الجامعي. لان دلوقتي لو عندي اثنين طلبه، واحد دخل كليه نظريه كمنتظم بمجموع، اذا لم يتمكن من دخول هذه الكليه يبدا يتجه الى نفس الكليه بنظام الانتساب الموجه. والفارق في المجموع كبير. الانتساب الموجه انا مش ملزم ان هو يحضر محاضرات ولا يحضر سكاشن ولا يفهم كده. طب انا بعلمه ايه؟ فين دوري انا كجامعه في التربيه والتنشئه والتوجيه وبناء الشخصيه والاعداد لسوق العمل؟ والا لو كان اعادي في البيت وان انا اذاكر من الكتاب او من السي دي اللي انا عمله الكلام ده، كان هو وسيله تعليم جيده؟ كان العالم كله قفل المدارس بتاعته وجامعاته. صح. واتجه الى التعليم عن بعد، واتجه عن التعليم في البيت. انما التعليم حضرتك وزاره اسمها وزاره التربيه قبل التعليم والتعليم. يعني شوف معطوفه على التربيه ليه؟ لان انا دوري المدرسه هي فعلا التربيه والتوجيه والتثقيف وبناء الشخصيه، وان انا اخذ المثل والقدوه من اللي بيعلمني بيساعدني في تكوين شخصيتي. لو انا قاعد في البيت او بروح درس خصوصي، بتاع الدرس الخصوصي في السنتر ده هو دخل لي بالساعه عشان يقول الكلمتين اللي هو عايز يقولهم، بحسب وقته بالدقيقه، وايه وحضرتك بيديني المعلومه عشان بيدربني على ان انا اجاوب، تخش ترميها في شكل كبسولة. إنما هل شكل من شخصيتي ووجداني وداني ثقافة عام وساعدني برضو إن أقدري ليه مشكلة شخصية وأنا عايز أقترب من المدرس بتاعي؟ وأحيانا والله في طلبة بعد ما تشوف نموذج مدرس معين تغير وجهة نظرها في هو عايز يصبح بالضبط. إيه أو يكون إيه بعد ما بيشوف النموذج والقدوة ده. عشان كده أرجع تاني لموضوع الانتساب الموجه، يتم خفض عدد المقبولين في الانتساب الموجه على الأقل بنسبة 25% تمهيدا لإلغائه تماما من الجامعات المصرية. طب ده برضو ده جديد جدا ومعلومة مهمة. الملحوظة بقى الرابعة لو جاز لو الترقيم صحيح، يعني الصيادلة وضعهم يبقى إيه؟ لأن احنا عندنا أكبر نسبة صيادلة، أكتر حتى من التعداد المطلوب أو أكتر من العدد. لو جينا نحسب النسبة كم صيدلي لكم مواطن، تلاقي إن هي أكبر من النسبة العالمية بأضعاف أضعاف. هنعمل إيه حضرتك بالنظرة؟ لا، هي دلوقتي أصبح الطالب دلوقتي بيتجه إلى طب أسنان والعلاج الطبيعي قبل الصيدلة. احنا دلوقتي لو مشينا في أي شارع يا أستاذ هبة ما بين كل صيدلية صيدلية. أيوة ده حقيقي. هل احنا محتاجين ده؟ لا طبعا. إنما هي انت عارفة كان نوع من الوجاهة الاجتماعية، ان انا لا انا عشان طب حتى لو كنت شغال انا هدخل ابني صيدله وافتح له صيدليه ومستقبله مضمون مثلا. فانما دلوقتي لما لا الحجم زاد عن المطلوب، بدا الطلبه ينصرفوا شويه عن الالتحاق بكليات الصيدله ويتجهوا الى الالتحاق ببقيه الكليات العمليه الاخرى، سواء طب او طب اسنان او علاج طبيعي او بيزنس او خلافه. ومن هنا قل الاقبال على كليات الصيدله، ومن هنا ايضا الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة بدأ يقل عن الحد الأدنى للعلاج الطبيعي وعن التمريض. كان الأول دايما طب بشري، ثم يليها بعضها طب أسنان، ثم الصيدلة مباشرة في ترتيب. والفارق بين الحد الأدنى للقبول بين الكليات الثلاثة دي قليل، لا دلوقتي عن الصيدلة تراجعت بعد العلاج الطبيعي وبعد طب أسنان وبعد التمريض. طيب ده ممتاز. الحاجة برضو اللي بتفرق جدا مع الناس هي الأخطاء الشائعة أثناء كتابة الرغبات، وهنا بنلاقي كل سنة يمكن هي متكررة، أو كل سنة بنلاقي يقول لك أنا كنت عايز أخش كذا بس التنسيق بتاعي جابني فين. ده لأنه في أخطاء معينة الناس أنا اللي وديت نفسي بالضبط. فعايزين نستعرضهم كده مع حضرتك وحتى مع السادة المشاهدين على الشاشة، بحيث ننصح الناس ونديهم كده برضو بعض المعلومات المهمة. أول خطأ أهو إن الطالب بيتوجه مباشرة للجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم. لا، إيه الصح؟ هو بيخش الجامعة
لمراكز الكمبيوتر اللي موجودة في كلية الهندسة، في كلية الحاسبات، المراكز اللي أنا من خلال أجهزة الكمبيوتر هبدأ أخش عليها أغذيها، أغذي صفحتي بالرغبات، ما عنتش بروح لمقر مكتب تنسيق وقف طابور وأقدم أوراقي أو أن أنا أخد طوابع ولزقها وكلام ده كله، أصبح التنسيق إلكتروني سواء من خلال هذه المراكز، سواء من الكمبيوتر الشخصي بتاعي في بيتي، البيت أو في أي سايبر موجود. إذن أنا عايز جهاز كمبيوتر ومعايا الرقم السري بتاعي اللي أنا خدته من المدرسة مع شهادة الثانوية العامة بالدرجات بتاعتي، بهذا الرقم السري أنا بفتح صفحة لي على الكمبيوتر وبتبدأ تظهر لي الرغبات بتاعتي، متاح لي ان انا اكتب 75 رغبة. 75 رغبة. هنا نيجي بقى في الاخطاء اللي بيرتكبها الطلاب في كتابة الرغبات. الخطأ التاني مثلا؟ لا، في حاجة اللي هو اسمها القبول الجغرافي. يعني ايه القبول الجغرافي؟ اما انا ما اكون في المنصورة يا استاذ هبة وعايز اخش كلية الطب، لو انا جيت كتبت طب القاهرة، لا انا عايز اروح طب القاهرة، مش هخش طب المنصورة ولا طب طنطا بعدها ولا حاجة، اما اجي اكتب طب القاهرة مش هتقبل، لابد اكتب الكلية الواقعة في دايرة الجغرافية اولا ثم بعد ذلك لو ما جاتليش انا بكتب رغبات انا عايز اخش كلية الطب، فانا في القاهرة بكتب طب القاهرة وطب عين شمس، وثم بعد ذلك ابعد في بعد كتابه القاهره وعين شمس وحلوان مثلا اروح اكتب بنها، اروح اكتب طنطا، اروح اكتب الفيوم وهكذا بعديه. يعني المجموعه الف من الكليات الواقعه في دائرته الجغرافيه، بعديها الابعد الابعد. لكن في ترتيب الرغبات دي يعني رحت جاي انا مثلا وهرجع تاني للطب، كتبت طب القاهرة وما حولها أيضا بالنسبة للقاهرة الكبرى وكده يعني، ولكن بعدها رحت كاتب أسوان بعد ما كتبت بنها وطنطا مثلا، كتبت أسوان مع إن في كليات طب أقرب ليا من أسوان، ففوجئت إنها جات لي أسوان لأن ما قبلتش، مجموعي ما ودناش طب القاهرة ولا عين شمس ولا حلوان ولا بنها ولا طنطا اللي قريبة مني. في ترتيب الرغبات يجب ان انا ابعد بالتدريج، ما جيش انا اروح جاي كاتب شوية قريبين مني واروح تبعد دون الاهتمام بقى احط اي كليات، مش اي كليات، لابد اراعي الخمسة وسبعين رغبة، اهتم بالرغبة رقم 75 زي اهتمامي. وفي ناس بتقول لك انا هكتب هركز في اول خمسة في اول 10 ودي مشكلة وبعد طلاب. كده خلاص بقى هكتب ودي مشكلة طلاب المرحلة الاولى، دي بالذات طلاب المرحلة الاولى، تيجي تلاقي تقول لك طالب مرحلة اولى وجايب مجموعة واستنفذ الرغبات. ده بالمناسبة ده الخطأ احنا كنا مرتبينه الخامس، ان الطلبة بتسجل الرغبات بشكل عشوائي دون مراعاة ترتيبها عبر موقع التنسيق الالكتروني. هذه المشكلة. ويجي طلاب المرحلة الاولى دي اللي هم اصحاب المجاميع العالية ما يهتمش زي ما حضرتك بتقول الا بالشويه الاولانيين ويبدا يرتب، فانت ما تعرفش هيجي لك انهي بالضبط. فما ركز فيهم وخاصة كلهم، وخاصه ان قد يكون الفارق ما بين حد ادنى لكليه معينه وبقيه الكليات الاخرى في نفس التخصص كله لا يزيد عن 2% او 1.5%، فاذا لابد انا اهتم بترتيب رغباتي بشكل جيد جدا. طب انا دلوقتي كتبت كل كليات الطب وبشكل دقيق في الترتيب، طب بقيه الكليات الاخرى من عندي 75 رغبه، اقول لا انا هخش طب، انا مش هخش انا داخل طب بالزبط. يعني داخل طب ما جاتلكش الطب كلها لقيت ورحت كاتب بعض الطب تجاره مثلا، كاتب اي انشاء ده بعضهم بيكتب مثلا معهد، يلاقي المعهد جاي له لانه لم يهتم ولم يكترث لانه فاهم خطا ان انا المجموعه الاولانيه انا مجموعه يدخلني. مين اللي قال لك؟ انت بقول لك الفارق ما بين كليات المجموعة الواحدة كلها قد لا يزيد عن 1.5%. دي حاجات مهمة جدا ننتبه ليها، لأنها بتبقى السبب كل سنة في أن في أعداد كبيرة من الناس بتلاقي نفسها في مكان تاني خالص مش عارفة إيه السبب. تيجي ساعتها بقى يقول لك طب إيه، طب أنا عايز أغير، مفيش تغيير بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. لكن ممكن يخش ويحول، انا لا مش هيخش ويحول، انا اعلنت النتيجه
خلاص مش 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 مفيش تغيير، مفيش إعادة تنسيق مرة تانية. إنما أنا أغير إمتى يا أستاذة هبة؟ ومش هغير مرة واحدة، إن شاء الله 15 مرة. إمتى بقى؟ إيه الحالة إن شاء الله 15 مرة، وأنا في المدة الزمنية بتاعة المرحلة، وهفترض أنا في المرحلة الأولى. وجيت كتبت رغبة، ودي بتبقى دايما حساسة قوي عشان الكليات. طب انت كتبت الطب، طب خدت الطب الفلاني، طب الصيدلة، طب ما تكتب أسنان كده يعني. فهو بيكتب الرغبات، بعد يوم لا عايز يبدل كلية بدل كلية، يفتح موقع التنسيق وبالباسورد بتاعه الرقم السري، ويعدل الترتيب بتاع الرغبات. كل ده ولسه المرحلة الأولى شغالة ما قفلتش. شغالة. ويبعتها. جه قبل نهاية المرحلة الأولى بساعتين، لا عايز يغير الترتيب بتاع الرغبات بتاعته، يخش ويغير الترتيب بتاعه آخر ترتيب، يوصل لمكتب التنسيق من الطالب هو اللي هيعتمد. آخر ترتيب، آخر تعديل عمله إن شاء الله يكون 15 مرة عملته. ظبط امورك تماما، بس المهم ما يتقفلش مكتب التنسيق. لكن خلصت المرحله الاولى او المرحله الثانيه، انت اللي كتبته هو اللي هيطبق، هو اللي هيطبق عليك. وانت وحظك بقى على حسب حسن ترتيبك للرغبه. طيب الخطا الثاني، اعطاء الرقم السري الخاص بالطالب اكثر ما يمكن لاشخاص اخرين، يقول لك يسجل لي هو على موقع التنسيق الالكتروني. غلط الكلام. بيحصل ازاي بقى يا استاذ هبه؟ انا معايا رقم سري ليا انا، وانت حضرتك معاكي رقم سري خاص بك انت، واحنا الاثنين طالب ثانوية عامة. الرقم السري ده انا بفتح بيه صفحة على الكمبيوتر، الصفحة بتاعتي اللي انا بحط فيها الرغبات بتاعتي. وببعد اعمل ارسال. افرض اتلخبطوا. لا مفيش تلخبط. انا كتبت مثلا حطيت رغباتي مكان رغباتك. لا 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 لا، ده كل واحد له رقم سري مختلف. ماشي. فانا كتبت الرغبات بتاعتي وبعتها. انت حضرتك منافسه ليا وحقد عليا، بتكرهيني، في خلاف شخصي كبير بيني وبينك، بس انا كنت عرفتك خطا الرقم السري بتاعي. فانت عرفت الرقم السري بتاعي، بعدها بيوم تروحي داخله على الصفحه بتاعتي، لخبط لك كل حاجه، اعملي فيها زي ما انت عايزه. اوديك بقى فين مكتب التنسيق؟ هنا هو مش عارف هل هو الاستاذ هبه اللي داخله ولا الظريف اللي داخل، هو جايب رقم سري، اذا ده بتاع الطالب. ولهذا بننصح ونحذر، مش بننصح، ده مهم كل جدا. كل طالب او طالبه اوعى توري الرقم السري بتاعك لاي حد. واقول لحضرتك حاجه، دي حصلت على الواقع والطبيعه ليها وقع اكتر من مره، وفي المرحله الاولى. ولطالب كان هيخش كليه، اي كليه من كليات الطب، فكان واحد على خلاف حد مع طالب معين، فزق عليه زميل ليه آخر عرف منه الرقم السري، فاللي بيكرهه ده راح داخل على الصفحة بتاعته، وأول رغبة كتبها لطالب المرحلة الأولى كان معهد فني سنتين، ضيعه خالص. طبعا راح معهد فني سنتين، يا خبر. شاف خطورة اللي بيتم. عشان كده بقول لك الرقم السري ده خاص بيك. هو اسمه سري يا جماعة، ما رقم سري نديهوش لحد. انت اللي بتفتحي الصفحة بتاعتك عشان تحط رغباتك. وإلا بعد كده، طب لو جه أعلنت النتيجة وتلاقيت لك رغباتك مختلفة، لا مش هذا رغباتي، لا انت اللي بعتي، لأن الرقم ده جاي لنا من رقم سري، المفروض محدش عارفه غيرك. ماليش دعوة بقى كان مع مين، انت اديتيه لحد تاني، هو عمل معاكي المشكلة دي، انت تتحملي. زي كارت البنك والرقم بتاعك كدته لحد ما تلومش غير نفسك. بالضبط. طب الخطأ الثالث، وجود فترات محددة خلال أيام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني. لا، ما هو لابد يكون فيه مدة محددة لأصل. يعني إيه دور مكتب التنسيق يا أستاذ هبة؟ أنا عندي دلوقتي 745 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة امتحنوا، اللي نجح منهم مثلا 620 ألف أو 650 ألف. أنا عايز أوزع ال 650 ألف دول، أوزعهم إزاي؟ هل مرة واحدة وتنتهي العملية؟ إزاي الرغبات دي هتتملى ما بين طالب له مجموع عالي، وطالب مجموع متوسط، وطالب مجموع ضعيف؟ فمكتب التنسيق مجرد موزع، فبقسم الكتلة دي إلى مجموعة كتل صغيرة، بسمي الكتلة الأولانية المرحلة الأولى.
والكتلة التانية المرحلة التانية، والكتلة التالتة المرحلة التالتة. الكتلة الأولى دي هفترض إن أنا هاخد فيها 180,000 طالب أو 200,000 طالب، مجرد كتلة للتوزيع. فلابد أحدد مدة إن أبدأ التقدم ليها من يوم من مثلا 4/5 لحد 9/5 عشان إن التزم، عشان أبدأ بالبرنامج التنسيق الإلكتروني أوزع العدد ده، وعشان يظهر لطلاب المرحلة التالية إيه الأماكن اللي تم شغلها وإيه الأماكن الكليات اللي لسه مفتوحة. صح. فهنا لابد أحدد مدة زمنية. طيب. فأنتهي منها في المرحلة الأولى، يليها المرحلة التانية، يليها الجزء الأول من المرحلة الثالثة. يعني الجزء الأول المتبقي من طلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الأول أفتح لهم المرحلة الثالثة. طب أنا عندي دلوقتي امتحان دور تاني، الناس كانت ساقطة في مادة أو مادتين، مش لابد أن أنا شوف هيروحوا فين برضو. يبقى في المرحلة الثالثة دي لا تعلن نتيجة توزيعها، واستنى لحد ما تعلن نتيجة الدور الثاني، واروح فاتح مكتب التنسيق للجزء الثاني من المرحلة الثالثة، واروح ضامن الاثنين مع بعض واعلنهم مرة واحدة. فهي ناحية تنظيمية تنظيمية. رقم 4 دي احنا قلناها اللي هو اقتصار تسجيل الرغبات على عدد محدد دون استكمال القائمة، قلنا ده غلط جدا. انت بتركز جداً في 75 رغبة، كل تهتم بيها رقم 5 زي الرقم 1. طيب 6 بقى صعوبة طباعة رغبات الطالب. يعني ايه صعوبة طباعة؟ لا هو حضرتك دلوقتي انا قاعد على جهاز كمبيوتر لابد يكون فيه ملحق بيه طبعة، فانا غزيت الكمبيوتر بالرغبات بتاعتي وبعتها، وانا بعد ما بعتها بعمل سند، يعني بدوس على زرار طابعة، فبيروح طابعي للصفحة اللي انا عملت فيها الرغبات. قد تكون ماكينة او آلة الطباعة نفسها مش جاهزة او فيها خطأ، ما تطبع دي حاجة فنية لا علاقة لها بعمل مكتب التنسيق خالص، دي ملهاش مشكلة. هي مشكلة بالمكان اللي أنا بستخدمه. 7 صعوبة تعديل الرغبات موقع التنسيق، دي شرحناها. احنا قلنا احنا بنقدر نعدل طول ما الإطار الزمني بتاع المرحلة، إن شاء الله 10 دقايق من نهاية المرحلة. طيب 8 تسرع الطالب في تسجيل الرغبات لاعتقاده أن التنسيق يتم بأولوية التقديم وليس وفق المجموع. مش اسمها أولوية، لا لا لا، أنا عمال أغذي الكمبيوتر بتاع التنسيق بكل رغبات الطلاب، دي مجرد بخزن المعلومات اللي جاية من 180,000 200,000 طالب وطالب. خلاص قفلت في برنامج التنسيق، يبدأ يشتغل، أروح دايس عليه عشان أشغله، يبدأ يرتب الأولاد ترتيب المجاميع بتاعهم ورغباتهم على حسب الأعلى مجموع، فالأقل في كل كلية. الطالب اللي دخل أول يوم غزة الكمبيوتر برغباته يتساوى في أهمية توزيعه على أي كلية مع آخر طالب في آخر 5 دقائق في المرحلة ده زي الأولى. ده مفيش فرق، مش اللي كتب الأول يعني خالص، هو اللي هيخش أسرع. أصلا أنا ما بوزعش إلا مرة واحدة، وهي نقول بالتعبير البسيط كده مجرد زرار بدوسه يبقى يروح موزع مرة واحدة. سواء بقى اللي دخل أول يوم تاني يوم تالت يوم رابع يوم، الكل بيتساوى لأنها بتبقى مرة واحدة في عملية التوزيع. طيب 9 حقية الطالب في إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق وانتهاء مرحلة التحويل. لا هو دلوقتي كويس السؤال ده حضرتك. أنا دلوقتي طالب في القاهرة وكتبت رغباتي فرحت كلية أخرى في أسيوط، أنا عايز أحول من أسيوط في فترة ما يسمى بتقليل الاغتراب إلى الكلية المناظرة لي في القاهرة اللي ما خدتنيش من الأول لأن مجموعي أقل، فبيتفتح باب تقليل الاغتراب هنا عشان يعني لم شمل الأسرة المصرية وتقليل الضغط على المدن الجامعية في المحافظات البعيدة وخلافه. فبحول الطالب من الكلية اللي هو كان فيها في أسيوط في سوهاج مثلا إلى الكلية المناظرة في مقر إقامته في المكان اللي هو الإدارة عايش فيه التعليمية اللي خد منها الثانوية العامة، واخد بال حضرتك؟ فبحول. طب هو لو بس هنا إذا كان في تجارة انتظام، وده مهم جدا، في أسيوط بحوله انتساب في القاهرة
عشان ما اعملش لود على الكليه على القاهره. دي نمره واحد. طب انا عايز اغير الكليه بقى، يعني انا دلوقتي كنت دخلت تجاره بس اكتشفت ان كليه العلوم مثلا او كليه الاداب في القاهره انا ما كنتش كاتبها قبل تجاره اسيوط، فلقيت مجموعها الحد الادنى للقبول فيها ياخدني. اذا كان المجموع بتاع او الحد الادنى لاداب القاهره وطبعا الشعبه مناسبه لا الشعبه دي توزيع داخلي لا انا قصدي هي علمي علوم او علم رياضه مناسبه طبعا في التخصص فلا دي محسومه، انما انا جيت عايز احول لاداب القاهره. يشترط ان الكليه اللي انا احول منها الى الكليه اللي انا احول اليها اللي احول عليها الحد الادنى اقل من الكليه اللي أنا جاي فيها منها. جاي منها أصلا. لكن لما أنا كنت في بحول من كلية إلى كلية مناظرة أنا باجي من تجارة أسيوط إلى تجارة القاهرة، مع أن تجارة القاهرة الحد الأدنى فيها أقل أعلى. أنا ما دخلتهاش من الأول. فبعمل هنا تقليل الاغتراب وبخش انتساب. لكن لما أكون عايز أغير الرغبة بتاعتي بغير الرغبة بتاعتي لكلية في دائرتي الإقليمية في المحافظة اللي أنا فيها في الإدارة التعليمية اللي أنا فيها لكلية غير مناظرة بس تاخد مجموع أقل. تقول لي طب أنا عايز أنا من القاهرة وحصل على الثانوية العامة من القاهرة ورحت تجارة أسيوط تاني فلقيت إن البني سويف تجارة بني سويف أقرب ليا من أسيوط، هي مشوارها أقل ومشوارها أقل، وأنا ما كنتش كتبتها قبل تجارة أسيوط. هل ممكن أروح بني سويف؟ لا لأن أنت هنا ما دخلتش تقليل اغتراب. أنا بعيدش توزيع التنسيق مرة تانية وإلا هدي أنا ما عملكش تنسيق جديد بالضبط. أنا بحولك من أسيوط أو من سوهاج الى القاهرة لتقليل الاغتراب في نفس دائرتك اللي انت مقيم فيها. انما مش لقيت كلية في محافظة تانية انت كنت اخرت كتابتها في الترتيب وخدت مجموعك فانت عايز تتردد. ما ينفعش. انا هقف عند النقطة دي لانه لسه برضو في اخطاء تانية، بس نطلع على فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك الاخطاء الشائعة اثناء التنسيق. خليكم معي. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في الخلاصة وبنناقش الأخطاء الشائعة أثناء كتابة الرغبات في التنسيق وإيه الحاجات اللي بنقع فيها أو اللي الطلبة بتقع فيها. مرات أحيانا تلاقي نفسها في مكان تاني في كلية تانية في محافظة تانية وده ما كانش المطلوب أو ما كانش الرغبة الأساسية، لكن اتكتبت غلط أو الترتيب ما كانش سليم أو حصل تعديل في اللحظات الأخيرة. بنتابع كل الأخطاء دي ونصايح لكل الطلبة الحقيقة مع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا مرة تانية. إحنا وقفنا عند الخطأ رقم 10 وده برضو من ضمن الحاجات اللي الناس بتقع فيها، التوجه لمكتب التنسيق الرئيسي عشان أعرف الكلية المرشح ليها. لا ما فيش الكلام دلوقتي صحيح. خلاص ليه؟ لأن حضرتك بيجي لك رسالة على الموبايل بتاعك أنك أنت ترشحت فيه المكان الفلان او المواقع الالكترونيه بتعلن النتيجه مباشره وقت اعتمادها من وزير التعليم العالي. بتخش على الموقع الالكتروني بتعرف النتيجه مباشره، ما بتروحيش لمكتب التنسيق لان دور مكتب التنسيق في وضع الحالي اختلف تماما عن دور مكتب التنسيق السابق. دي نمره واحد. نمره اتنين، حتى في الوضع السابق وقت اعلان النتيجه مش هروح انا مكتب التنسيق اشوف انا رحت فين، ده هيجي لي افتح الدفتر والنبي وقول لي قول انا فين. انما بتعلن النتيجه والصحف بتعلنها تماما وكل كليه الحد الادنى ليها بيبقى واضح، وبالتالي ليس هناك جدوى من ان ما تتعبش نفسك ما تاخدش بعضك ولا تروح المشوار. ده انا لو دخلت على الموقع الالكتروني لأي صحيفة من المواقع الإلكترونية على طول موجود. طيب. بس أنا في حاجة كنت عايز معرفش أنتوا من ضمن الحاجات اللي أنتوا حاطين فيها أسئلة ولا عايز أنبه وحذر الطلاب منها، خاصة إحنا حضرتك حاليا دلوقتي شغال ما يسمى باختبارات القدرات القبول والقدرات القدرات وده هتستمر حتى يوم 8 أغسطس وهي بدأت يوم الخميس قبل الماضي.
ودي للكليات التي يشترط القبول فيها ضرورة النجاح في هذه الاختبارات، زي كليات الفنون التطبيقية، كليات الفنون الجميلة، عمارة، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية الرياضية. دي حضرتك أعلام كانت وما بقتش، لا خلاص والسياحة طلعت. ولأول مرة السنة دي كليات التربية النوعية، قسم مسرح وقسم تربية موسيقية، طلعت من هذه الاختبارات وأصبح دخول القسمين دول داخل كليات التربية النوعية، توزيع داخلي مش دخلت خلاص بالضبط. إنما دلوقتي الكليات اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي، قد تكون أنت كطالب مش مهتم بيها دلوقتي، إنما هتحتاجها بعدين، خاصة إذا كان مجموعك في الحتة إيه، يعني في الحالة دي يعمل اختبار القدرات لابد هي حتى مفتوحة. لو ما كانتش الكلية دي أساسا في دماغه بالضبط. ليه برضو قدر الكلية دي ترتيبه أو في من ضمن اهتماماته رقم 5 رقم 6 رقم 10 مثلا، فجيه هو كتب الرغبات أول بتاعته، أول 9 رغبات ما جاتلوش، يقول إيه أنا عايز أخش الكلية الفلانية، التربية الرياضية أو الموسيقية، هل أنت دخلت اختبارات القدرات؟ افرض فات معاد الاختبارات، خلاص هتتقفل يوم 8 أغسطس ولن تفتح مرة تانية، يعني بإغلاق باب الاختبار القدرات يوم 8 ما تقدرش تعاد مرة تانية، حتى لو كنت الأول على الثانوية العامة. لو كنت الأول على الثانوية العامة وعايز تخش أي كلية من هذه الكليات اللي يشترط القبول فيها ضرورة النجاح في الاختبارات دي، يبقى مش يعني القصة مش قصة مجموعة بس، لازم تبقى عامل اختبار وهي القدرات. متاحة دلوقتي، انت عايز تتقدم لأكتر من اختبار، لأكتر من كلية، متاح. بس ما تضيعش الفرصة إذا كانت من بين اهتماماتك. يعني قد لا قد يش يعني ما يشترطش انها تكون الرغبة الأولى أو الثانية، لكن أو موجودة ضمن الـ10 رغبات الـ15 رغبة، مش هتخسر حاجة وتخش، لعل لو عايزة تحتاج هذه الرغبة وهي بيبقى الملاذ الأخير بالنسبة لك أو الأهم انك انت تلقى. ده دي نصيحة مهمة جدا، نصيحتي لأبناء الطلاب طلبة وطالبات، ان هم اذا كان لديهم رغبة ان تكون كليات الاختبارات القدرات او اللي يشترط القبول فيها نجاح في هذه الاختبارات من ضمن اهتماماتهم، ان خش اعمل لها دلوقتي، ودي اتيحت قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة، وسواء عرفت ناجح ولا مش ناجح انت تخش هذه الاختبارات لعل وعسى احتاجها دي في الايام القادمه. نصيحه ذهبيه. نعم. 11 و12 اظن احنا شرحناهم، اللي هو تغيير التوزيع الجغرافي وفتره تقليل الاغتراب. نعم. 13 بقى اختيار الطالب الكليات دون الالتزام بالنطاق الجغرافي، يعني لا برضو لا. اكتب رغبه، الكمبيوتر حضرتك مش هيقبل اصلا، مش هيقبل ليه؟ وانا جاي ارجع تاني، انا من اسيوط وعايز اخش طب، بس رحت كاتب طب القصر العيني الاول، مش هخش طب القصر العيني حتى لو هتاخد مجموع بعد كده. فلابد الاول اكتب طب اسيوط وبعدين اكتب بقيه كل كليات الطب الاخرى اللي انا عايزها. قد يكون بعد اسيوط اكتب القصر العيني، اوكي. بس لابد تكتب الكليه اللي انت واقع في دايرتها الجغرافيه، ودي اللي بنسميها القبول الجغرافي. نكتب الكليات المجموعة ألف إذا جاز التعبير في دايرتي، ثم بعد كده الكليات الأبعد وهكذا. طيب 14 برضو نفس النقطة، 15 بقى حقية طالب العام الماضي 2022 في التقديم لتنسيق العام الحالي 2023. لا مفيش تنسيق العام الحالي. إنما أنا دلوقتي ما هو برضو بس له حق إن هو يغير، بس إزاي بقى؟ وهدي لحضرتك مثل وللسادة المشاهدين وأبناء الطلاب. أنا رحت في كلية في سوهاج السنة دي وما استريحتش فيها، وعايز أقدم لكلية تانية، أحول لكلية تانية مش كليتي، أقوم أنتقل إلى الكلية المناظرة في القاهرة إذا كنت من أبناء القاهرة، اللي هو تقليل الاغتراب أو التحويل الجغرافي، إنما عايز أغير الكلية خالص. في سوهاج برضو، في سوهاج أو غير سوهاج. هنا مش من خلال مكتب التنسيق، لأن مكتب التنسيق لا يتعامل إلا مع شهادة الثانوية العامة الحديثة. يعني لا يتعامل مع طالب جامعي. طب أنا عايز أروح، أنا مش هكمل في الكلية دي، يبقى التحويل بين الكليتين عن طريق بقى أنا إيه؟ بأخد بيان حالة، ما أخدش ملف إلا مع الكلية الأخرى تقبلني. بعمل بيان حالة من الكلية اللي أنا موجود فيها حاليا، سواء كنت راسبا رسبت فيها أو ناجح، لكن مش عايز أكمل. عايز أروح كلية تانية
غير الكلية اللي فيه. باخد بيان حالة وتقدم للكلية اللي أنا عايز أنتقل ويشوفوا هو مجموع الحد الأدنى للقبول في الكلية اللي أنا عايز أروحها، هل هو السنة اللي فاتت يمشي مع مجموعي ولا أعلى؟ يعني على تنسيق السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت على مجموع السنة اللي فاتت بالضبط. السنة اللي أنا كنت فيها. وإلا مثلا واحد دلوقتي ما دخلش كلية طب السنة اللي فاتت لأن كان الحد الأدنى، يقول لك السنة دي الحد الأدنى جابتني أروح بعد السنة، لا الطب انخفضت فروح ما ينفعش. فهي على حسب مجموع السنة اللي فاتت والحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها أو الانتقال بتاع السنة اللي فات. وبالتالي هنا يكون التحويل بين كليتين مباشرة وليس عن طريق مكتب التنسيق. طيب ممتاز، ده يفسر النقطة 16 وبرضو يفسر 17 تقريبا، و18 اتكلمنا عنها اللي هي الكلية اللي احنا ما عملناش فيها اختبار القدرات ده ما ينفعش. نعم. 19 بقى نقطة غريبة جدا بس حصلت مع ناس كتير، الطالب بينسى انه يدوس سيف او حفظ رغبات ويقفل الموقع انا كتبت وعملت، لكن ما داسش حفظ. لا مش حفظ، ارسال او ارسال، يبقى ما راحش الرغبات بتاعتي، كل اللي كتبه ده ما راحش. انا بعمل سند حضرتك على الواتس كتبتي لي رساله، اتهيأ لي اني كتبت لكن ما بعتش، انت كتبت رساله لي عايزه توجهي لي رساله تقول لي استاذ رفعت كذا وكذا وكذا وما عملتيش سند ليا، فانت لم تتلقى شيء، تقولي ده انا كاتباها بس ما وصلتنيش، ما عملتيش سند. ده خطا تقني. انما عملت السند وادالك اوكي يبقى خلاص. وعشان كده طبع الايصال، انك انت ارسلتي الصفحه بتاعتك لمكتب التنسيق مهم جدا، لان ده مستند بالنسبه لك انك انت ارسلتي رغباتك الى مكتب التنسيق. طيب آخر بقى حاجة نختم بيها برضو بما أنها مهمة جدا، وهي مسألة الكائنات الوهمية، ودي الكثيرين بيقعوا فريسة ليها ويقول لك أنا ما جبتش المجموع ده لكن هروح مكان لم يتأكد من هو معتمد ولا لم يتأكد هو موثق أو معترف بي ولا، وده بتالي عايز حلقة لوحده، لكن برضو أسمع من حضرتك نصيحة. بشكل ملخص أستاذ هبة، أنا مش مؤمن بقولة إن خديعة والضحك علي وكذا كذا، أنا طالب ثانوي عام وعارف إن الدخول إلى الجامعات أو المعاهد من خلال جهة واحدة بس وهي مكتب التنسيق. إما يجي أنا أروح لكيان وهمي ويقول لي تعالى في الشقة الفلانية احنا عاملين معهد مش عارف وشقتين فاتحينهم على بعض وكلام من ده وبندرس كذا وكذا، ده كله كائنات وهمية. تعرف حضرتك اجمالي عدد الكائنات الوهمية التي تم اغلاقها في الثلاث سنين اللي فاتوا كام؟ 450 كيان وهمي. وتقفل الكيان هنا يتفتح ليك في حتة تانية تحت بير السلم تانية. وهي مشكلته انها بتطلع ضبطية قضائية من قبل وزارة التعليم العالي عندما تبلغ ان في كيان وهمي في الحتة الفلانية ويصدر قرار باغلاقها، وتبلغ المحافظات بهذا القرار، لان المنوط بتنفيذ قرار وزير التعليم العالي باغلاق هذا الكيان هي المحافظة وليست وزارة التعليم العالي. وبالتالي هي الوزارة مستمرة في محاربة هذه الكيانات. ونصيحة لكل طالب ثانوية عامة أو دبلوم فني أو خلاف، ونصيحة لكل ولي الأمر، التقدم للكيانات الرسمية المؤسسات التعليمية من خلال مكتب التنسيق مباشرة. ده خلاصة القول بالضبط. أهم حاجة أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا، نورتنا الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم، نورتنا كالمعتاد. بشكرك يا أستاذ هيبة. وصلت مع حضراتكم لختام حلقتنا اليوم من الخلاصة، كل التوفيق لكل الطلبة في المرحلة اللي جاية، وزي ما اتفقنا ولا في حاجة اسمها كلية قمة ولا كلية قاع، كل الكليات تقدر تنجح فيها وتقدر تحقق فيها هدفك ومستقبلك، شرط انك انت تلاقي نفسك او تشوف ايه المناسب ليك وتجتهد قدر الامكان. بشكركم ونلتقي في خلاصة جديدة.